مر بوجوه نيرة ضاحكة مستبشرة. أول مرة قطع مدينة العرائش، ما جئت شاعرا ولكن جئت شاكرا ممتنا لأستاذتي وأختي وعرابتي أستاذة مالكة جواري التي شرفتني وحظيت بتقديم لديواني الأول 2019 عاكف في محراب الحمد. شرفتني بتقديم هو آيات من سحر الحلال تحليلا وعمقا، فلك أختي يعني صراحة ما لقيت منهول دروع سيداك ديالي. لك أختي وصديقتي وعرابتي الحب والود سخيا نديا رطبا جنيا، ولك الود ولك الاحترام والتقدير يليق بكم ويليق بملك الجواري أستاذ ملك الجواري، يليق بالعنقاء عنقاء اللوكوس. أقرأ لكم نصا شعريا بعنوان مجرد سؤال. كيف لي أن أضيء وجه الليل، أن أنام فوق الريح، أن أعصى رمش الوقت السائل إكسيرا كي لا أموت مرتين. لن أسقط وإن جفل ظلي، فأنا وإن وقفت على رجل واحدة أترك رجلي الثانية لموقد حسرة شابت خطواتها. ملامحي سادها الغياب على شفاه قرنفلة يتيمة كانت بيضاء يسقط فوقها قل الليل، وكل فجر تدعك حروف أبجديتها لتنير بكفي. كيف هي متعة عاشقين أخطأ رسم تفاحة يحملان مظلة تقيهما بأس الفراغات الموشحة بعواصف الصمت، وكل مساء عندما تلتحم كفاهما يشرعان نوافذ الحلم الجاف، يقتسمان رسم قلب بساعدين منفرجين يلوحان فتنفض العتمة من مفاصل اللقاء ويبقى الحب معلقا. كيف وإن زاغ البصر عن خطوات حتيتة أربكته فراشات عذراء. كيف لي أن أستودع في أيامي التي لم تأتي ومن نافذتي أراقبها تمشي على استحياء، يجتم الخريف على ظلها بعينين محتمتين، يفك طلاسيم عقدها، ينفطر قلبي لحبات سبحتها، سكت وجهها وجهتها وقالت جيت لك أيها الصغار. كيف عندما تاه الحب في صداه ينظر من ثقب الباب دم الصمت لصمته، وعندما حاول أن يلملئ الضوء من شقوق الروح كانت كل المعاني عجافا تجهش بالبكاء، فأينعت يرقات ضالة أهمتها بصيرة المساء. كيف للطيور الحزينة أن تعانق الريح، لأوراق الخريف أن تضحك من جديد، أن أتلمس النور على وجه مرآتي بسبابتي وقد كسته لفحة الجمود، أن أنطر الهمسات الشفافة بحديقة حبيبتي ليصبح صوتي الربيع القادم، لتعلم أني لم أخنها من غير وأن تعطفني كل صباح. كيف؟